الموجز الأولى، أهلا بكم. مجلس القضاء الأعلى ينهي الاستماع إلى القاضية غادة عون. كل التفاصيل في هذا الاتصال مع الزميل جورج عبود. جورج، يعطيك العافية، أنت المواكب لهذا اليوم القضائي الطويل، شوفي عنا تفاصيل. الله يعافيك جريس، يعني خليني أبلش من الآخر، وهو ما بعد انتهاء الاجتماع لاجتماع مجلس القضاء الأعلى والاستماع إلى إفادة القاضي غادة عون. معلومات الأو تي في بتشير بهذا السياق إلى أن القاضي غادة عون غادرت الاجتماع من بعد ما كانت شرحت وجهة نظرها وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه خرجت مرتاحة من هذا الاجتماع من بعد ما قالت كل شيء في عندها بهذا الملف. أيضا القاضية غادة عون كانت توجهت للمجتمعين بمجلس القضاء الأعلى وقالت لهم فليحكم القانون، وأضافت كما قالت وزيرة العدل في مرجعية، هناك مرجعية هي التفتيش القضائي فلتحكم بهذا الملف. أيضا معلومات على الـ OTV أشارت إلى أنه القاضية غادة عون كانت تقدمت خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى بشكوى بحق بعض القضاة، وقد طلب منها إعطاء المستندات بهذا الموضوع. من ناحية الشكل، يعني جريس، عملية مواكبة القاضية غادة عون شعبيا لليوم الثاني عم تستمر. اليوم شفنا عدد من مناصري التيار الوطني الحر تجمع ما قبل وصول القاضية غادة عون للاجتماع لمجلس القضاء الأعلى، كان تجمع أمام قصر عدل بيروت بهدف إيصال الصوت وبهدف شد على إيد القاضية غادة عون. نحن نعرف أن القاضية غادة عون كانت فتحت ملفات التحويلات المالية الضخمة اللي حصلت بلبنان ووصلتنا للوضع اللي نحن وصلنا له. أيضا كانت خلال يومين عم تطلع على شركة مكتف لشحن الأموال بمركزها بعوكر كرمال الحصول على داتا الاتصالات لتكشف مين يلي اشتغل على انه يهرب امواله من المصارف الى الخارج. يعني جريس، من ناحيه الشكل ايضا اليوم كان التظاهر والدعم فقط للقاضي غادة عون على عكس اللي شهدناه امبارح امام قصر عدل من شارعين مواجهين. يعني كنا شفنا مؤيدين من طيار المستقبل للقاضي عويدات يلي اشتبكوا مع الجيش اللبناني، وبالمقابل بساحه 7 آب شفنا ايضا المناصرين والمؤيدين للقاضي غادة عون. هذا كان كل شيء، بانتظار اذا ما سيصدر بيان جريس عن مجلس القضاء الأعلى حول مجريات الاستماع إلى إفادة القاضية غادة عون. شكرا لك الزميل جورج عبود على هذه المعطيات. إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون عن التطورات القضائية الأخيرة ومشهد المظاهرات بالأمس أن التظاهر السلمي حق كتعبير حر بعيدا عن المنطق الطائفي، وعلى الدولة أن تحفظ العدالة للجميع. اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسن دياب أن الدوحة تفتح قلبها دائما للبنانيين ولم تتخلى يوما عن محبتها للبنان، وأشار في بيان في ختام زيارته قطر أنه تباحث مع أمير قطر ومع رئيس الوزراء والمسؤولين في الشؤون العربية وانعكاسات غياب التضامن العربي على الأزمة اللبنانية، وكان هناك تأكيد ضرورة عودة العرب إلى كنف الأخوة لأن المخاض الذي تعيشه المنطقة يحتاج إلى أعلى درجة التنسيق بين الأشقاء، ولأن تداعيات هذا المخاض ستكون خطيرة على الدول العربية تحديدا وتهدد حاضر والمستقبل. وأسف دياب أن لبنان يمر بمرحلة صعبة ويفتقد إلى جهد عربي موحد وإلى دور يجمع اللبنانيين ويحضهم على التلاقي والتفاهم ويقطع طريق على الاستثمار في خلافاتهم. وشدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في البيان على أنه وجد في قطر ما يبحث عنه حيث تمت اللقاءات في إطار من الأخوة غير المستغربة، مشيرا إلى أن دولة قطر أكدت موقفها الثابت من دعم لبنان وشعبه وأمنه واستقراره. الموجز انتهى، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.